السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعتذر لعدم استطاعتي الحضور معكم في عمان، وكنت أتمنى أكون معكم وفي وسطكم، لكن للأسف الشديد حالة بيني وبينكم الظروف، وعموما جزا الله التكنولوجيا خيرا، لا تغيير بدون ونقط. المفروض أن أنا أكمل بدون إيه؟ كل واحد فينا بيقول لا تغيير بدون إيه؟ لكن ثانية واحدة، هو السؤال، هو مين قال أن مفيش تغيير؟ التغيير في 2013 و2014 كان كبير جدا، لكنه تغيير في اتجاه خاطئ. كلنا شفنا اللي حصل لثورات الربيع العربي رحمة الله عليها، ما ده تغيير لكن في اتجاه خاطئ. كلنا شفنا جيوش وقوات شرطة بدل ما تحمي المواطنين وتحفظ أمنهم بتقتلهم في مذابح جماعية لم يرى التاريخ الحديث مثلها أبدا، وده تغيير. كلنا شفنا ما يسمى بظاهرة داعش أو ظهور دولة النهاردة اسمها الدولة الإسلامية، قبل كده اسمها الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقبل كده اسمها الدولة الإسلامية في العراق. كل ده تغيير. الدنيا كلها رايحة دلوقتي باتجاه التطرف في الشرق وفي الغرب، كله رايح في اتجاه القتل وفي اتجاه المذابح. كل ده تغيير. لكن قبل ما نقول لا تغيير بدون ايه، لازم نعرف هو ايه التغيير اللي احنا نريده، هو اي ايه اللي احنا عايزين نعمله اصلا. قبل ما ادخل في الموضوع بتاعي لازم افهم حضراتكم الفرق اللي اقصده بين كلمه المسلم وكلمه الاسلامي. لو قد نقول مثلا يقول لك ايه انسان اسلامي، يعني ايه اسلامي؟ ومش كلهم مسلمين وخلاص؟ فعشان ما يحصلش لخبطه في اذهان حضراتكم لازم اوضح الفرق بين المسلم والاسلامي. المسلم هو من يشهد بلا اله الا الله محمد رسول الله. الاسلامي كل من يدعو لتحكيم الشريعه الاسلاميه حتى لو كان مش مسلم. يعني في مسيحيين يروا ان الشريعة الاسلامية هي انسب طرق الحكم في البلاد اللي غالبيتها مسلمين وهويتها اسلامية، وبعضهم وصل لمناصب كبيرة، منصب نائب رئيس حزب اسلامي معروف في مصر اللي هو حزب الحرية والعدالة اللي هو حزب الاخوان المسلمين، مسيحي مسيحي، ويرى ان الشريعة الاسلامية هي انسب طريقة للحكم في البلاد الاسلامية. هو حر، احنا مش بنقول هو صح ولا غلط، لكن ده معنى كلمة اسلامي او مسلم. الاسلامي يرى تحكيم الشريعة. قطاع كبير جدا من الشباب في العالم العربي هو شباب اسلامي، يعني يرى وجوب تحكيم الشريعه الاسلاميه. معظم هذا الشباب الاسلامي غير منظم، بمعنى مش منضم لتنظيمات، مش منضم لجماعات. سيبك بقى الموضوع ده، تعال نتكلم على نوعين الجماعات اللي موجود، نوعين التنظيمات الاسلاميه اللي موجود. ايه التنظيمات الاسلاميه؟ نوعين عايزين يحكموا الشريعة لأن فيها الخير وهي اللي هتعمل التغيير. النوع الأول نوع يسعى لتحقيق الحلم اللي هو حلم تطبيق الشريعة أو تحكيم الشريعة بالطرق السلمية، ومن خلال المشاركة السياسية، ومن خلال الدخول في الانتخابات، ومن خلال استخدام الوسائل الديمقراطية. النوع ده متمثل في جماعة الإخوان المسلمين وجماعات وأحزاب أخرى تشاركها الرؤية، نقدر نقول إيه نسميهم الإخوان وشركائهم مثلا. النوع الثاني نوع يسعى لتحقيق الحلم اللي هو تحكيم الشريعة الإسلامية لكن بالعنف وبالقتال، ويرى أن الوسائل السلمية تضيع وقت والمشاركة الديمقراطية حرام أصلا. النوع ده يتمثل في تنظيم القاعدة، ومؤخرا ظهر دلوقتي تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسميه الناس داعش. فإحنا نسميهم وإحنا بنتكلم داعش وشركائه. فالنوع الأول الإخوان وشركائهم، والنوع الثاني داعش وشركائهم. النوع الأول يرى تحكيم الشرع من خلال الوسائل السلمية، والتاني من خلال العنف. زي ما قلنا الشباب الإسلامي مش منضم لا للنوع ده ولا للنوع ده، لكنه واقف بيتفرج. النوع اللي يحقق نجاح هينحاز له الشباب ويؤيده. النوع الأول ويمثله الإخوان وشركائهم، نجحوا في الوصول للحكم بعد الإطاحة بالطغاة بالوسائل السلمية الديمقراطية، فالشباب انحاز لهم. ورأينا زملاء أيمن الظاهري في مصر من جماعات النوع الثاني بيعلنوا نبذ العنف وإنشاء أحزاب سياسية تشارك في العملية الديمقراطية، والأحزاب دي اشتغلت بمنتهى النضج خلال الثلاث سنوات اللي بعد الثورة. فحصلت هجرة للشباب اللي كان في مربع التغيير بالعنف إلى مربع التغيير بالوسائل السلمية. ليه؟ لأن الوسائل السلمية شكلها تنجح، جابت الناس وأتاحت لهم إن هم يحققوا أحلامهم. ثم فجأة تم الإطاحة بالنوع الأول في انقلاب عسكري دموي، وتم شيطنة النوع الأول ده اللي بينتهج الوسائل السلمية، وأوحى الإعلام للناس في الشرق والغرب إن هذا النوع هو العدو،
النوع اللي شايف الوسائل السلمية هي الوسيلة بقى هو ده العدو، بل كمان شيطنوهم وخلوا أتباع هذا النوع سذاج وأغبياء. بالتالي أصبح رد الفعل الطبيعي جدا هو أن الشباب الإسلامي يهاجر من مربع التغيير بالوسائل السلمية إلى مربع العنف. فإذا بتنظيم صغير اسمه الدولة الإسلامية في العراق، موجود من 10 سنوات، بعد كده بقى اسمه الدولة الإسلامية في العراق والشام، يجذب في السنة الأخيرة دي مئات الآلاف من المتعاطفين وينمو عدد أعضاءه بشكل لم يحدث في التاريخ مع أي تنظيم. دي نتيجة طبيعية جدا للإحباط اللي أصاب الشباب بسبب قتل الأمل في تحقيق الحلم بالوسائل السلمية والديمقراطية. الشباب سيسعى لتحقيق حلمه، قفلتوا عليهم الوسائل السلمية والديمقراطية سيسعى إلى الوسائل الأخرى للتغيير بالعنف. لذلك أنا أرى أنه لا تغيير إلا بإعادة الأمل لدى الشباب الإسلامي مرة أخرى في أنه يستطيع يحقق حلمه بدون عنف. ولما بقول الشباب الإسلامي أنا بتكلم على عشرات الملايين في العالم العربي وفي العالم في العالم كله. العنف والضربات الجوية والحصار الاقتصادي، كل هذا لن يجدي مع تنظيم الدولة الإسلامية أبدا، بل سيزيدها قوة. الحل هو إعادة إحياء الأمل مرة أخرى، لا تغيير إلا بإحياء الأمل في التغيير بالوسائل السلمية، وعدم السماح لقانون الغاب إنه يحكم العالم. يعني اللي في إيده السلاح يلغي حلم من ذهب إلى صندوق الانتخاب. لا تغيير إلا بإحياء الأمل وقتل قانون الغاب. شكرا جزيلا.